السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلمة نسرين محمود من المدرسة الفلسطينية المشتركة في الدوحة، معلمة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي. المدرسة الفلسطينية المشتركة، إعداد المعلمة نسرين محمود. الصف الثالث الابتدائي، التقريب. أعزائي الطلبة، فلنفتح الكتاب على السؤال الثالث من درس التقريب. قاد أبو مروان سيارته على شارع فيه محطتا محروقات، تبعد الأولى عنه مسافة 8 كيلومترا، بينما تبعد الثانية عنه مسافة 2 كيلومتر. انتبه لعداد البنزين فلاحظ أن وقود السيارة قد شرف على النفاذ. لو كنت مكان أبي مروان، إلى أي محطة ستتجه؟ إلى المحطة الأولى التي تبعد 8 كيلومترا أم إلى المحطة الثانية التي تبعد 2 كيلومتر؟ أكيد سوف نتجه نحو المحطة الثانية لأنها الأقرب. أعزائي الطلاب، سوف نتعلم الآن كيفية استخدام خط الأعداد في تقريب الأعداد. السؤال الرابع، استخدم خط الأعداد في تقريب الأعداد الآتية لأقرب عشرة. ألف، يقع العدد 12 بين العددين 10 و20. العدد 12 هو عدد أصغر من 15. لو نظرنا إلى العدد 12 على خط الأعداد، سوف نلاحظ أنه أقرب للعشرة منه عن 20. إذن الاثنى عشر مقربا لأقرب عشرة هو تقريبا 10. ب، 17، يقع العدد 17 بين العددين 10 و20. العدد 17 هو أكبر من العدد 15. إذن العدد 17 محصور بين 10 و20 لكنه أقرب للعشرون. إذن العدد 17 مقربا لأقرب عشرة هو تقريبا 20. جيم، العدد 15 يقع بين العددين أيضا بين 10 و20. العدد 15 يساوي 15. العدد 15 مقربا لأقرب عشرة يساوي 20. إذا لو نظرنا إلى خط الأعداد على العدد 15، نلاحظ أن العدد 15 محصور بين 10 و20، ولكن عند تقريبه لأقرب عشرة نقربه للعدد الأكبر وهو 20. السؤال الخامس، استخدم خط الأعداد في تقريب الأعداد الآتية لأقرب 100. ألف، يقع العدد 230 بين العددين 200 و300. العدد 230 أصغر من العدد 250. العدد 230 مقربا للأقرب 100 تقريبا 200. لننظر إلى العدد 230 إلى خط الأعداد، نرى أن العدد 230 محصور بين 200 و300 لكنه أقرب للـ200. إذن تقريب العدد 230 مقربا لأقرب 100 هو 200. ب، العدد 260 يقع بين العددين 200 و300 أيضا. العدد 260 أكبر من 250. إذن العدد 260 مقربا لأقرب 100 هو 300. إذن لو رجعنا إلى خط الأعداد ونظرنا للعدد 260، نجد أنه محصور بين 200 و300 لكنه أقرب للـ300 منه عن 200. فتقريب 260 لأقرب 100 هو 300. جيم، 250، يقع العدد 250 بين العددين 200 و300. العدد 250 يساوي 250. العدد 250 مقربا لأقرب 100 هو تقريبا 300.
إذن العدد 250 يقع بين 200 و300، لكنه عند تقريبه لأقرب 100 نقرب للعدد الأكبر وهو 300. السؤال السادس: استخدم خط الأعداد في تقريب الأعداد الآتية لأقرب 1000. ألف 4200، يقع العدد 4200 بين العددين 4000 و5000. العدد 4200 أصغر من 4500. العدد 4200 مقربا لأقرب 1000 وتقريبا 4000. لو رجعنا إلى خط الأعداد ونظرنا إلى 4200 على خط الأعداد، نجده محصور بين 4000 و5000، لكنه أقرب للأربعة آلاف. إذن تقريب 4200 لأقرب 1000 هو تقريبا 4000. ب 4800، يقع بين 4000 و5000. العدد 4800 أكبر من 4500، إذن العدد 4800 مقربا لأقرب 1000 وتقريبا 5000. جيم، العدد 4500 يقع 4500 بين العددين 4000 و5000. العدد 4500 يساوي 4500. العدد 4500 مقربا لأقرب 1000 هو تقريبا 5000. إذن أعزائي الطلاب، كما رأينا في الأمثلة السابقة الخاصة بالتقريب باستخدام خط الأعداد، هناك ثلاث أنواع من التقريب: التقريب لأقرب 10، والتقريب لأقرب 100، والتقريب لأقرب 1000. والآن أعزائي الطلاب، سأشرح لكم كيفية التقريب دون الحاجة إلى خط الأعداد باستخدام الأرقام البخيلة والكريمة. والأرقام البخيلة هي 0, 1, 2, 3, و4. أما الأرقام الكريمة فهي 5, 6, 7, 8, و9. وعلينا هنا أن نوضح أيضا أنه يوجد إشارة خاصة لعلامة التقريب، وهي وأول نوع من أنواع التقريب هو التقريب لأقرب 10، وهناك خطوات يجب أن نلتزم بها لإجراء عملية التقريب لأقرب 10. أولاً، نضع خطاً تحت الرقم في منزلة العشرات. ثانياً، نضع صفراً مكان الآحاد. وثالثاً، ننظر إلى منزلة الآحاد. إذا كان فيها رقم من الأرقام البخيلة، تبقى العشرات كما هي. أما إذا كان فيها رقم من الأرقام الكريمة، نضيف واحداً إلى منزلة العشرات. ورابعاً، إذا كان هناك أرقام في منزلة المئات والألوف، تكتب كما هي دون تغيير. لنرى الآن أعزائي الطلبة تطبيق على ما تم ذكره. قرب الأعداد التالية لأقرب 10: 34 نريد تقريبها لأقرب 10. في الخطوة الأولى سنضع خطاً تحت منزلة العشرات، ونبدل مكان الآحاد الأربعة، نضع بدلاً منها صفراً. ثم سننظر إلى منزلة الآحاد. إذا كان في منزلة الآحاد رقم من الأرقام البخيلة، ستبقى العشرات كما هي. ولكن إذا كان فيها رقماً كريماً، سنضيف واحد إلى منزلة العشرات. هنا الأربعة من الأرقام البخيلة، إذن 3 ستبقى كما هي. نقول إذن تقريب 34 لأقرب 10 تقريباً 30. 48 نريد تقريب العدد 48 لأقرب 10. نضع خطاً تحت منزلة العشرات، نضع صفراً في منزلة الآحاد، ننظر إلى منزلة الآحاد،
منزلة الآحاد فيها رقم من الأرقام الكريمة وهو 8، إذا سنضيف 1 لمنزلة العشرات يصبح لدينا في منزلة العشرات 1 زائد 4 5، نقول 48 تقريبا 50. العدد 782 نريد تقريبه لأقرب 10، كما قلنا تقريب العدد لأقرب 10 نضع خطا تحت منزلة العشرات ونبدل منزلة الآحاد بصفر. ننظر للعدد أو للرقم في منزلة الآحاد، الرقم في منزلة الآحاد 2 وهو من الأرقام البخيلة، إذن ستبقى العشرات كما هي 8. ماذا نفعل في المئات؟ تبقى المئات كما هي دون أي تغيير. نقول 782 تقريبا لأقرب 10 هي 780. العدد 615 نريد تقريبه لأقرب 10 أيضا، نضع خطا تحت منزلة العشرات، نبدل الآحاد بصفر. ننظر إلى منزلة الآحاد، في منزلة الآحاد 5، والخمسة من الأرقام الكريمة، إذن سنضيف 1 لمنزلة العشرات فيصبح لدينا في منزلة العشرات 2. أما المئات فتبقى كما هي دون أي تغيير. 615 تقريبها لأقرب 10 هو 620. العدد 5369 نريد تقريبه أيضا لأقرب 10، نضع خطا تحت منزلة العشرات، نضع صفرا مكان منزلة الآحاد. ننظر إلى منزلة الآحاد، منزلة الآحاد فيها 9، والتسعة من الأرقام الكريمة، إذا كان في منزلة الآحاد رقم كريم كما قلنا نضيف 1 لمنزلة العشرات فيصبح لدينا في منزلة العشرات 7. أما منزلة المئات ومنزلة آحاد الآلاف تبقى كما هي، تقريب 5369 لأقرب 10 تقريبا 5370. أما الآن سنتعرف على خطوات التقريب لأقرب 100. أولا نضع خطا تحت الرقم في منزلة المئات، ثانيا نضع أصفارا مكان الآحاد والعشرات، ثالثا ننظر إلى منزلة العشرات، إذا كان فيها رقم من الأرقام البخيلة تبقى المئات كما هي، أما إذا كان فيها رقما من الأرقام الكريمة نضيف 1 إلى منزلة المئات. رابعا إذا كان هناك رقم في منزلة الألوف يكتب كما هو دون تغيير. إليكم أعزائي الطلاب هذه الأمثلة لتقريب الأعداد لأقرب 100. العدد 926 نريد تقريبه لأقرب 100. عند التقريب لأقرب 100 في الخطوة الأولى نضع خطا تحت منزلة المئات، ثم نضع مكان الآحاد والعشرات أصفارا. ننظر إلى منزلة العشرات، إذا كان فيها رقما بخيلا تبقى المئات كما هي، لكن إذا كان فيها رقم من الأرقام الكريمة نضيف 1 إلى منزلة المئات. هنا لدينا في منزلة العشرات 2، والرقم 2 هو من الأرقام البخيلة، إذن ستبقى منزلة المئات كما هي 9، فنقول 926 تقريبها لأقرب 100 هي 900. العدد 366 نريد تقريبه أيضا لأقرب 100، سنضع في الخطوة الأولى خطا تحت منزلة المئات، ثم نضع أصفارا في منازل الآحاد والعشرات،
انظر إلى منزلة العشرات. في منزلة العشرات الرقم 6، وهو من الأرقام الكريمة. إذا كان في منزلة العشرات رقم من الأرقام الكريمة، سوف نضيف 1 لمنزلة المئات، سيصبح لدينا في منزلة المئات 4، فنقول 366 تقريبها لأقرب 100 هو تقريبا 400. العدد 7808 تقريبها لأقرب 100. سنضع خطا تحت منزلة المئات ونضع أصفارا في منازل الأحاد والعشرات. سننظر إلى منزلة العشرات. منزلة العشرات فيها 0، والصفر من الأرقام البخيلة، إذن ستبقى المئات كما هي. ماذا سيحدث في منزلة أحاد الآلاف؟ ستبقى كما هي دون أي تغيير، فنقول تقريب 7808 لأقرب 100 هو 7800. العدد 2571 نريد تقريبه أيضا لأقرب 100، سنضع خطا تحت منزلة المئات، سنضع أصفارا في منازل الأحاد والعشرات. سننظر إلى منزلة العشرات. منزلة العشرات فيها رقم من الأرقام الكريمة وهو 7، إذن سنضيف 1 لمنزلة المئات، سيصبح لدينا في منزلة المئات 6. أما منزلة الآلاف أو أحاد الآلاف ستبقى كما هي 2. إذن تقريب 2571 لأقرب 100 هو تقريبا 2600. خطوات التقريب لأقرب 1000. أولا نضع خطا تحت الرقم في منزلة أحاد الآلاف. ثانيا نضع أصفارا مكان الأحاد والعشرات والمئات. ثالثا ننظر إلى منزلة المئات. إذا كان الرقم فيها من الأرقام البخيلة تبقى أحاد الآلاف كما هي، أما إذا كان الرقم فيها من الأرقام الكريمة نضيف 1 إلى منزلة أحاد الآلاف. قرب الأعداد التالية لأقرب 1000. سنقوم أعزائي الطلاب بتقريب العدد 3291 لأقرب 1000. سنضع خطا تحت منزلة أحاد الآلاف، ثم نقوم بوضع أصفار في منزلة الآحاد والمئات والعشرات والمئات، ثم ننظر إلى منزلة المئات. إذا كان فيها رقما من الأرقام البخيلة تبقى الآلاف كما هي، أما إذا كان فيها رقما من الأرقام الكريمة سوف نضيف 1 لمنزلة أحاد الآلاف. الاثنان من الأرقام البخيلة، إذا ستبقى 3 في منزلة الآلاف كما هي. إذا تقريب 3291 تقريبا 3000. العدد 8625 سوف نقوم بتقريبها لأقرب 1000. سنضع خطا تحت الرقم في منزلة الآلاف ونضع أصفارا في منزلة الآحاد والعشرات والمئات. ننظر إلى منزلة المئات، فيها الرقم 6 وهو من الأرقام الكريمة، سنضيف إذن 1 لمنزلة أحاد الآلاف فيصبح لدينا 9 في منزلة أحاد الآلاف. إذن تقريب 8625 لأقرب 1000 هو 9000. هيا بنا أعزائي الطلاب لنحل السؤال السابع في الكتاب المدرسي من درس التقريب. المسافة بين مستشفى المقاصد والمسجد الأقصى 670 مترا، والمسافة بين مستشفى المطلع والمسجد الأقصى 630 مترا. أقرب لأقرب 100. ألف المسافة بين مستشفى المقاصد والمسجد الأقصى، أي سنقوم بتقريب 670 لأقرب 100. أولا سنضع خطا تحت منزلة المئات
وسنضع في منزلة الآحاد والعشرات أصفارا. سننظر إلى منزلة العشرات، سنجد في منزلة العشرات 7، والسبعة من الأرقام الكريمة. إذن سنضيف 1 لمنزلة المئات، فيصبح لدينا في منزلة المئات 7، فنقول 670 عند تقريبها لأقرب 100 هي تقريبا 700. ب. المسافة بين مستشفى المطلع والمسجد الأقصى، أي سنقوم بتقريب 630 لأقرب 100. سنضع خطا تحت منزلة المئات ونضع أصفارا في منازل الآحاد والعشرات. سننظر إلى منزلة العشرات، فيها 3 والثلاثة من الأرقام البخيلة، إذن ستبقى منزلة المئات كما هي 6. إذن تقريب 630 لأقرب 100 يساوي تقريبا 600. السؤال الثامن، أكمل الجدول الآتي. لدينا العددان 6541 و 5389. نريد أن نقرب كل من هذان العددان لأقرب 10 مرة ولأقرب 100 ولأقرب 1000. سنبدأ بالعدد 6541، تقريبه لأقرب 10 هو 6540، ولأقرب 100 6500، أما تقريبه لأقرب 1000 فهو 7000. العدد 5389، تقريبه لأقرب 10 5390، وتقريبه لأقرب 100 5400، أما تقريبه لأقرب 1000 هو يساوي تقريبا 5000.